موجز الأخبار من قناة تين من القاهرة، أهلا بكم. أكد وزير النقل الروسي ماكسيم سكولوف استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة في فبراير المقبل، وأوضح الوزير أن مطار القاهرة الدولي يلبي جميع متطلبات أمن الطيران، لافتا إلى أن مطارات شرم الشيخ والغردقة تحتاج إلى المزيد من العمل. هذا ويزور وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي موسكو حاليا، حيث من المقرر أن يتم توقيع وثائق استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة اليوم. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من موسكو الدكتور عمرو أديب الباحث السياسي. دكتور عمرو، بعد التحية، كيف يمكنك قراءة زيارة وزير النقل إلى روسيا لتوقيع بروتوكول التعاون، وما هي توقعاتكم لعودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل كامل؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا زيارة وزير الطيران المصري شريف فتحي أمس إلى موسكو تأتي بعد زيارة رئيس دولة روسيا فلاديمير بوتين للقاهرة، فزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة كانت يعني هي الرتوش الأخيرة لمسألة أو للاتفاق على مسألة عودة الطيران المباشر بين القاهرة وبين موسكو، وكانت من أهم أحداث أو من أهم نتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة منذ أسبوع. لذلك عودة الطيران كما قلنا ونقول دائما هي حتمية بين مصر وبين موسكو، هناك علاقات استراتيجية كبيرة بين البلدين، ولا يمكن أن تستمر مسألة حظر الطيران بين العاصمتين. لذلك هناك بالفعل اتفاق وتم توقيع أو سيوقع اليوم بروتوكول بين مصر وبين روسيا في أو يقر أو عن طريق هذا البروتوكول سيتم عودة الطيران بعون الله في بداية شهر فبراير المقبل، لكن العودة ستقتصر فقط على مطار القاهرة، لأن مطار القاهرة هو المطار الأكثر استعدادا لعودة الطيران. بالنسبة لمطاري شرم الشيخ والغردقة سيكون هناك أو ستكون في مرحلة لاحقة، وأظن أن هذه المرحلة اللاحقة ستكون بعد تنظيم كأس العالم في موسكو الصيف القادم، لأن عودة الطيران بين البلدين هو أمر مهم لروسيا أولا في لكي يتم نقل المشجعين المصريين وكل المصريين الذين يريدون مشاهدة منتخبهم في روسيا في الصيف القادم، وللأسف ستكون عن طريق شركة إلفلو اتفاقات روسية. يعني مسألة عودة مصر الطيران قريبا لم تكون، ولكن شركة إلفلو فقط هي التي ستنظم الرحلات بين القاهرة وبين موسكو عندما سيقع وستقرر تنظيمها في بداية فبراير المقبل. الأهم والمهم هو مسألة نقول مسألة الأمان والأمن في مطار القاهرة. جميع المطارات في العالم غير يعني لا يمكن لنا أن نقول أنها أمان 100%. أي نعم دكتور عمرو. نعم. تفضل. مسألة الأمان التام لا توجد في أي منطقة في العالم، لكن يعني نبغى من الله عز وجل أن يعني ينعم على مصر بالفعل بالأمن والأمان، لأن الخطر الإرهابي هو خطر محبط بالعالم كله ليس فقط مصر. لا يمكن لأي دولة في العالم أو لأي جهاز في العالم أمني في العالم أن يتوقع عملية إرهابية قادمة، لأن الإرهاب أصبح يعني في شكل آخر، يعني لا يمكن للإرهاب أن ينظم أو يمكن لأي شخص أن يقوم بأي عمل إرهابي في أي وقت. لذلك نتمنى من الله أن تنعم مصر بالأمن والأمان خصوصا مطار القاهرة في الفترة المقبلة، لأن حتى تنظيم كأس العالم سيتم بالفعل عودة السياح الروس بشكل كامل بعد تنظيم كأس العالم. نعم الدكتور عمرو أديب الباحث السياسي كنت معنا هاتفيا من موسكو، شكرا جزيلا لك. تمكنت قوات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود من ضبط عربتين بداخلهم حوالي 60,000 قرص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي كبير. وأضاف المتحدث العسكري ضبط عدد 7,000 قاروصة سجائر مسرطنة وحوالي 2,000 علبة مستحضرات تجميل مغشوشة. هذا وتواصل قوات المنطقة الغربية العسكرية جهودها في تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد كافة عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.
استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار سفيرة البرتغال لدى مصر مادلينا فيشر لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين. واستعرض العصار مجالات التصنيع العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي والمشروعات القومية التي تشارك بها الوزارة وسبل التعاون الممكنة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية وتبادل الخبرات والاستثمار في التصنيع الحربي والمدني بين الجانبين. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد إصابته جنديا إسرائيليا بعملية طعن قرب مدخل مدينة البيرة. وفي سياق متصل أعلن الهلال الأحمر إصابة 23 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن 6 إصابات جراء المواجهات المتواصلة في مناطق حدودية بالقطاع. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن اجتماع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع قادة حزب الإصلاح اليمني استهدف توحيد الجهود لهزيمة إيران وميليشياتها الحوثية. وقال قرقاش في تغريدة له أن الحزب أعلن مؤخرا فك ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي، مشيرا إلى أن هناك فرصة لاختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، مؤكدا العمل بمرونة من أجل أمن المنطقة واستقرارها. كما شدد على أن القيادة السعودية هي بوصلة العمل ضمن التحالف العربي، وأن الشراكة في مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية وجودية ومبدئية. سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مواقع جديدة في محافظة الجوف، ما يؤدي إلى التحام جبهتي الجوف وصعدة. وفي سياق متصل أعلن قائد محور مدينة بيحان بمحافظة شبوة تحرير الجيش والمقاومة للمدينة من قبضة الحوثيين بمساعدة دعم التحالف الجوي، مؤكدا مقتل 4 عناصر من القوات الشرعية و15 من ميليشيات الحوثي وأسرى 43 آخرين. نهاية الموجز، في أمان الله.